والله انا اهدافي الجايه نعم ومن زمان بعيد، يعني صار من 18 سنه 14 سنه، باين واليوم صرت اصومها. بس هاي يعني الطاقه صعبه شويه، الجيجاره يعني يعني عادي ادخن سيجاره لو هي صعوبه. يعني سؤالك غريب اخ جاسم، ايش قد عمرك؟ سؤالك كلش غريب. انا عمري 42 سنه. يعني السنوات الماضيه ايش كنت تسوي؟ رمضانات الماضيه اصوم اي والله، بس شنو اشتغل على بالدوره بالفتره، يعني لان اخفين عني الجداحه والباقيه ما سجاير تخفين عنك. اي والله اخفين، يعني حتى ما اقف على المحل. يعني صحيح، يعني ليش حالة أصيحة، بس أنت حاليا قاعد بالبيت، قاعد بالبيت شوية صعوبة. يقول ما جاء أقدر. لا تقدر أنت جاسم، تقدر. يوم اللي قدرت سنوات أنه تترك السيجارة وتبقى على صيامك، والآن تقدر. والمؤمن لابد أن يلقن نفسه أنه أقدر وأقدر وأقدر، وهذا النوع من الإيحاء على إنسان أنه يوحي نفسه أنه أنا قادر وأنا قوي. أما حالة من حالة من الضعف والاهتزاز والتزلزل أمام النفس، هذه على حال هذه يعني ما مطلوبة بالنسبة للمؤمن، فلا بد من الابتعاد عنها. ولا تجعل لنفسك، يعني اجعل لنفسك شغلا، يعني انشغل بقراءة قرآن، انشغل برؤية ما أدري كذا، بمطالعة شيء، حتى ينقضي هذا النهار ولو ببعض النوم. خلي راسك ونام، وإلا السيجارة عند الأعلام والمراجع ومشهورهم أنها مفطرة على الأحوط. نعم بعض الأعلام عندهم ما في إشكال، لكن مشهور الأعلام مشهور المراجع ما يجوز. والله يعينك، وهذه على حال مقاومة النفس ومقارعة النفس هي بحد ذاتها جهاد، بحد ذاتها جهاد.